بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله يا شباب. إذن في الحلقة الماضية خلصنا اشتقاق الإكسيرجي فورم، ولا نأخذ لنا مثال بسيط جدا يخلينا نفك الحرف في المفهوم الجديد هذا. المثال يقول determine the specific exergy of saturated water vapor at 120 degrees Celsius having a velocity of 30 meter per second وارتفاع 6 meter. Assume أن the environment is at 25 degrees Celsius والpressure 1 atmosphere والgravitational constant 9.8 meter per second squared. جميل جدا. المؤلف موران ما قصر، أعطانا الرسمة هذه اللي أنتم شايفينها وحط هذا as the system. درجة الحرارة 120، السرعة 30 متر بير سكند، والارتفاع عن الديد ستيت ب 6 متر بير سكند. كيف أجاوب أنا على هذا السؤال؟ والله أول شيء أني لازم أكتب الفورمولا الخاصة بالسبيسيفيك إكسيرجي. أذكركم مرة ثانية أن اليو والفي والاس هي البروبرتيز الخاصة بالسيستم at 120 degrees Celsius saturated vapor. والشيء الآخر أن اليو نوت والفي نوت والاس نوت هي البروبرتيز of the system لما يوصل إلى إيش؟ إلى dead state، وليست هي خصائص الانفايرمنت أو dead state. كثيرا ما يحصل يا شباب مع كثرة المسائل أن الشاب أو الطالب تلخبط عليه الأمور ويعتقد أن اليونوت والفينوت والإسنوت هي البروبرتيز أوف ذا إنفايرمنت نفسها، أوكي؟ فيروح يحسب إيش اليونوت والفينوت والإسنوت حقت الأير اللي هو الأوتسايد إنفايرمنت، بينما لا، هذا التفكير خاطئ. طيب إذن المسألة بسيطة جدا الآن، اللي أمامنا أني لازم أجيب state 1 و state 2 عشان أقدر أجيب البروبرتيز. عادة أنا أحب الرسم، أرسم TV diagram قدامكم، وهذه هي state 1، أوكي؟ كيف عرفت؟ لأنه 120 درجة مئوية وساتوريتد فيبر، ف this is my initial state، هاي هذه هي جبتها هنا. طيب الديد ستيت كم؟ الديد ستيت قال لي ان 25 مئوي والبريشر 1 اتموسفير اللي هو 101.3 كيلو باسكال تقريبا، اوكي؟ حتكون في الكومبرست ريجن. كيف عرفت انها في الكومبرست ريجن؟ لانه الساتوريتد بريشر الخاص بال 25 مئوي في حدود الثلاثينات، 30 كيلو باسكال يزيد او ينقص، بينما أنا عندي البريشر كم؟ 101 كيلو باسكال، فأكيد أنا وين؟ في الكومبرست ريجن، أوكي؟ إذن الديد ستيت يا شباب هذه هي، بحط لها السهم ذا ونرمز لها عادة بالزيرو. في حالة الووتر حتكون كومبرست ليكويد. طيب كيف نجيب الآن البروبرتيز اللي هي اليو والفي والإس هنا؟ والله بكل بساطة أروح أنا وياكم إلى الثيرموديناميك تيبلز، نفك الثيرموديناميك تيبلز وأروح إلى أول صفحة. زي ما أنتم شايفين أروح أدور، أمشي 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 لأن 120 ما في، أقوم أروح للصفحة الثانية وأمشي أمشي 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 لحد ما أوصل هنا 120. ممتاز جدا. الآن أكتب هذه 120 يا شباب، وهذا Saturated Vapor Specific Volume، اوكي، وهذه الساتوريتد فيبر انترنال انرجي، وهذه الساتوريتد فيبر انتروبي، وخليني اكبرها شويه عشان تشوفون. هي طالعوا، هذه هي القيمه الاولى قدامكم، وهذه القيمه الثانيه حقت الانترنال انرجي، وهذه القيمه الثالثه الخاصه بايش؟ بالانتروبي. خلونا نتاكد ان احنا سجلناها صحيحه. هي قدامكم، this is the specific volume, this is the internal energy, and this is the entropy. بالنسبة لي dead state يا شباب، اوكي، هذه والله هذه compressed region، وبالتالي أباكم تذكروني من أيام ثيرمون كيف كنا نحسب properties. إذا تذكرون كان عندنا الابروكسيميشن حق الكومبرست ليكويد، إذا تذكرونه كنا نقول أن الاسبسيفيك فوليوم will be approximated as saturated liquid specific volume at the given temperature اللي هي هنا 25،
ونفس الشيء بالنسبة للإنترنال إنرجي، كنا نقول أنها تساوي الساتوريتد ليكويد إنترنال إنرجي at 25 degrees. يعني هنا أنا شفت النقطة هذه، this is the point where I will read my internal energy. وبرضو الانتروبي نفس الشيء، هتكون SF saturated liquid specific entropy at 25 درجة مئوية. والشيء بالشيء يذكر من باب ذا أراجع لكم بستيرموان، لنفرض كمان لسبب من الآخر احتجت الـ H الانثالبي، فهل هي فقط الـ HF ولا يضاف إليها تيرم إضافي؟ نعم يضاف إليها تيرم إضافي نحتاجه أحيانا، بقول لك متى، اللي هو VF into pressure ناقص P نوت أو P سات، عفوا P سات. الحد هذا ما تستخدمه إلا إذا كان الفرق البريشر عالي. طب إيش هي البريشرز هذه؟ أوكي أنا أقول لك VF هذا هو لا جديد، والبي سات هو الساتوريشن بريشر عند كم؟ عند 25 درجة مئوية، والبي هذا هو البريشر at this point هنا اللي هو كم؟ اللي هو 101 كيلو باسكال. وإذا تذكرون من أيام ثيرمون كنت أشرح بكثرة وأقول ما لم يكن هذا البريشر عالي من فوق 500 كيلو باسكال وانت طالع، أوكي، فإن الحد هذا تقريبا بزيرو ولا يؤثر على الابروكسيميشن حقنا ذا. وأستطيع أقول إن الـ H تساوي أيضا HF at the given temperature إلا إذا كان الضغوط حقتي عالية جدا من 500 كيلو باسكال، 1000 كيلو باسكال، 2000 كيلو باسكال اللي هي 2 ميجا باسكال إلى آخره. طيب يلا نمشي نروح أنا وياكم على الثيرموديناميك تيبلز. بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد هنروح إلى 25 مئوي. يلا بسم الله بسم الله بسم الله، هذه هي 25 مئوي، وأقرأ Saturated Liquid Specific Volume وأيضا Saturated Liquid Internal Energy وأيضا Saturated Liquid Entropy، وخليني أكبرها الآن عشان تشوفون صح. هذه 104 وهذه 0.3674 بالنسبة للإنتروبي، لكن أبغاكم تنتبهون للعمود الخاص بالساتوريتد ليكويد سبيسيفيك فوليوم في الجداول حقة موران. لاحظ أن القيم المعطاة لك هنا كبيرة شوية، المفروض أنها صغيرة مرة. أيوة طيب إيش نسوي؟ قال لك هذه القيم اللي أنت موجودة عندك ليست الساتوريتد ليكويد سبيسيفيك فوليوم، بل Saturated Liquid Specific Volume مضروبا في 1000. أها يعني القيمة هذه لازم أقسمها على 1000 عشان أحصل Saturated Liquid Specific Volume. نعم وهذا ما سنصنع إن شاء الله تعالى كالتالي، هذا هو Specific Volume وقسمته على 1000 أو ضربت في 10 to the minus 3، وهذه Internal Energy أوكي هنا، وهذه أيضا الانتروبي at the dead state okay. كلها قربناها بأنها تكون في النقطة هنا. طيب بقي حاجة ثانية؟ أبدا سلامتكم، الآن نبغى نعوض ونشتغل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ الحد هذا ونشوف إيش حنسوي فيه. طيب نجي الحد الثاني اللي بعده اللي هو P note into V minus V note. حتلاحظ في الكتاب أنه عبر عن البريشر هنا P note باسكال اللي هو نيوتن لكل متر تربيع، وبالتالي ضرب في كم؟ ضرب في 10 to the power 5 وسوى التحويل هذا. أنا عندي طريقة اللي علمتكم إياها من أيام ثيرموان إذا تذكرون يا شباب، سيبونا من التحويل حقه ذا، وكمان هنا البي نوت أكتبه بدلالة الكيلو باسكال اللي هو 101.325 كيلو باسكال، وإذا ضربته في specific volumes وحداتها متر تكعب لكل كيلوغرام تطلع النتيجة زي أختها اللي نفوق، كيلو جول بير كيلوغرام. طيب نروح هنا، هل في شيء جديد؟ It's a direct application. This is T note. لاحظ T note ما هي 25، أضفنا عليها 273 عشان تطلع بيش بالكالفن. إيش بقي عندي يا شباب؟ بقي الحدين هذولا اللي هو الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي. ها إيش نسوي؟ والله هذه السرعة 30 متر بير سكند تربيع على 2، وهذا البوتنشال انرجي.
لكن لاحظ هنا برضو عنده زيت وزنبليطة في التحويل. طيب ليش؟ هو يبغى يحول لك المتر تربيع بير سكند تربيع، يبغى يحولها تطلع في الأخير كيلو جول بير كيلوغرام. أنا عندي طريقة أيضا كنت أدربكم إياها من أيام ثيرمو ون. إيش كنت أقول؟ بكل بساطة نرجع للأساسيات. ألا تذكرون من قانون نيوتن أن الفورس تساوي الماس مضروبة في الأكسلريشن؟ إلا والله يا دكتور. طيب إيش رأيك أني أضرب الفورس هذه في المسافة في كلا الطرفين؟ أهو هذه دي. طيب ما عندك مشكلة. طيب فورس في مسافة، هذا هو الورك، واليونت حقت الورك إيش؟ جول. طيب الماس اليونت حقتها كيلوغرام، والأكسلريشن اليونت حقته متر لكل سكند تربيع، والديستنس هنا اليونت حقتها متر أيضا، فتصبح متر تربيع بير سكند تربيع. جميل جدا. طيب الآن أبغى الجول دي تتحول إلى كيلو جول. طيب اضربها في كي، الكي اللي هو كم؟ بألف، وهنا أضرب في ألف. أيوة يبدو أن الصورة اتضحت أمامنا الآن. أستطيع أني أجيب الكيلوغرام هذا أحطه في المقام هنا، أوكي، ويصير راح منا. وبالتالي فإن كل واحد كيلو جول بير كيلوغرام يساوي كم؟ ألف متر تربيع لكل سكند تربيع. طيب كيف تأثير هذا على شغلي؟ تأثيره على شغلي أني الزيت والزنبليطة هذه اللي هنا ما لي علاقة فيها، أوكي، أحط الكسر هذا، وبما أن عندي متر تربيع لكل سكن تربيع هنا أحط هنا ألف متر تربيع لكل سكن تربيع، وفوق أحط ليش؟ واحد كيلو جول بير كيلو جرام، وبالتالي أضمن أن اليونتس كلها أبوها أصبحت بدلالة الكيلو جول بير كيلو جرام. سوي الشغل حقك والحسابات تطلع لك 500 كيلو جول بير كيلو جرام. كذا نكون خلصنا أول مثال يعني بسيط للغاية يوصل لكم فكرة حساب إلكسيرجي. أشوفكم على خير إن شاء الله في مسألة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.